خصصت حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي 4,600,000 دولار من احتياطي الموازنة لهذا العام للإنفاق على قوات الدفاع الذاتي اليابانية في الشرق الأوسط. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن قرار الحكومة يهدف إلى التحرك لضمان السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى سلامة السفن المرتبطة باليابان في مياه الخليج العربي. وأكدت أن وزير الدفاع الياباني أمر يوم الجمعة الماضي بنشر قوات الجيش الياباني في الشرق الأوسط.